الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ونحن بصدد الكلام على التخصيص، تكلمنا على العام والآن نحن في الخاص، ومتهيألي هذا آخر بفضل الله الكلام على مسائل الأصول المهمة في كتاب البيضاوي. إن انتهينا منه بقي لنا الأحكام التكليفية، وينتهي كتاب البيضاوي كلية. طبعا نحن في بعض المناقشات والمسائل الخلافية لم نتوسع فيها، لأننا يعني نصب إلى ما ينفعنا في مسائل الأصول إن حققنا قولا راجحا وبينا محل الترجيح ودلالة الرجحان بنكتفي به للنافع في مسائل الأصول. والمصغر منه طبعا كتاب جمع الجوامع، ونحن أيضا فيه. العجيب أننا وصلنا إلى ما يعني بالنسبة للبيضاوي احنا انتهينا فضل هذا في علم كل الأجزاء الأخيرة، لكن اتفق الكتابان الآن على مسألة واحدة، وهي مسألة التخصيص، التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل، والكلام على الاستثناء. من شروط الاستثناء، حفظكم ربي جميعا، من شروط الاستثناء عدم الاستغراق. تحت فين يا ابو؟ وهذا الشرط الثاني، فان المستغرق باطل باتفاق الائمه، وان كان القرافي نقل، يعني قال نقل ابن طلحه في مختصره المعروف بالمدخل فيما إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، نقل قولين، أحدهما أنه استثناء وينفعه، وهذا غريب. والحق بأنه في قولها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فهذا الاستثناء مستغرق، فإن كان مستغرقا فلا عبرة به، فلا عبرة به. قوله له علي عشرة إلا عشرة، فهذا يبطل به الاستثناء ويلزمه العشرة، يلزمه العشرة. في قوله عشرة إلا عشرة هذا باطل اتفاقا ويلزمه العشرة. هو سلفي أتانا هو أشبع القول في مسألة قول بدعة، هذا قول شاذ، هذا ما يصح أن يقال هذا قول بدعة. عمد هذه ليست تعبد حتى يقال بأن هذه بدعة، لكن جيد جدا أن هو يقال بأنها التمييز بين الضاد والظاء موجود، يبقى إذا خلاص ممتاز، جزاكم الله خيرا، نرجح بطلان الصلاة بذلك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، بوردت يا دكتورة، هذا الذي قلته أنا في هذا الباب. طيب ممتاز ممتاز، جزيتم الجنة جميعا. إذا يستقر الأمر على بطلان الصلاة بها جميعا، أحسن الله عليكم. كم وكم نتعلم منكم ما جهلنا، حفظكم ربي ورفع مقامكم وثبت الخير فيكم وبكم ومعكم ولكم، جزاكم الله خيرا. إن يستقر الأمر حتى لا أتذبذب، يستقر الأمر على بطلان الصلاة بذلك، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا جميعا. هاتوا يا مالك، هات ما عندك من استثناءات بسرعة يا مالك حتى ندخل في الدرس. ماشي، سأتكلم حتى تأتي أنت بالاستثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط الحنابلة أن لا يزيد على النصف، يعني استثناء أكثر لا يصح عندهم، استثناء أكثر لا يصح عندهم. شرط الحنابلة أن لا يزيد على النصف، والقاضي أن ينقص منه. رد المصنف بقوله لو قيل له علي عشرة إلى تسعة لازم واحد إجماعا. طبعا هو بيلزم الحنابلة بالإجماع، كيف والخلاف وارد، كيف يلزمهم بالإجماع والخلاف وارد. نعم، قالوا على القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس. هذا هو يعني هذا الذي نراه، بأنه قال إلا عبادك منهم المخلصين، هذا استثناء الأقل، فهذا على بابي، هذا على بابي. أما الآية لا جل في علاه
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك من الغاوين، هذه كسره الآن، هذه كسره الآن. وهذا الدليل الذي نقف عنده هو الأصح في ذلك في الآية، هو استثنى الأكثر هو الآن. إلا عبادك منه، إلا عباد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، والأكثر هم الذين يتبعون الشيطان وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خلاص يا ممالك، هذه الاستثناءات لا تدخل في أصل الحكم، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لكن نحن نتكلم عن أصل المسألة. إن كانت الضاد الطاء الضاد تكون ضاء في بعض اللغات يعني تحتملها اللغة، فهذا لحن لا تبطل به الصلاة ولا يغير به المعنى. أما إن كانت ليست اللغة لا تحتملها بحال، فهذه تكون لحنا مغيرا للمعنى فتبطل الصلاة بها. بالضبط كده عشان تفهم ما أقول، الغنة مثلا في لكنات ليس فيها ذلك، الإدغام وغيره من أدوات التجويد، بعض اللغات ليس فيها الإدغام، فليس لحنا يغير المعنى حتى تبطل به الصلاة. فهمت ما أقول؟ فالنزاع هنا في هذا الباب. فأما الجاهل ده باب آخر، باب آخر، هذا باب آخر في الفتوى جزيت الجنة أحسن الله عليك. إذن نحن نقول في هذا الباب على مسألة استثناء الأكثر، قد جاء القرآن باستثناء الأكثر. وأما القول إلى عبادك من المخلصين، هذا استثناء الأقل هو على الباب على الأصل، فاستثناء الأكثر يجوز وشاهده في القرآن. إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر لقول رب العالمين في كتابه المبين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شق. أن جمهور الفقهاء خلافا جمهور الأصوليين خلافا للحنابلة يرون جواز استثناء الأكثر، حتى لو قال له علي 10 إلا 9 لم يلزمه إلا درهم واحد. والحنابلة يقولون يشترط أن لا يزيد على النصف. وناقش شيخ أبو إسحاق الشيرازي والألميذي عن الحنابلة امتناع المساوي أيضا كالمنقول عن القاضي في شرح اللمع، ولم تختلف النقلة فيما أسندوه إلى القاضي قاضي عياض القاضي أبو يعلى من امتناع المساوي، كتاب العدة من أمتع الكتب، والذي في مختصر التقريب كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرا، والذي صح عندنا آنفا منع ذلك ولم يتعرض لاشتراط الأقلية. والصحيح أن اشتراط الأكثر جائز وقد بينا ذلك. وهناك اختلاف بين الأصوليين، قال قوم إن كان العدد صريحا لم يجز الاستثناء الأكثر مثل علي 10 إلى 9، وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس، ولو كان الأكثر في الباقي صح ذلك على الجهالة. وهذا كلام ضعيف جدا. وقال آخرون يمنع استثناء الأكثر الجملة من إذا كان المستثنى جملة نحو جاء إخوتك 10 إلا 7، وتجويز استثنائهم أو استثناؤهم تفصيلا وتعديدا نحو إلا زيدا منهم وبكرا وخالدا، هذا كله أيضا. والصحيح أن استثناء الأكثر وارد به القرآن فنقف عنده. قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن من تمام البيان، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقلنا الغاوون أكثر. لكن قد يجيب من يقول بعدم استثناء الأكثر من حابلة، قد يجيب ويقول الاستثناء هنا لا يساعدكم لأن الاستثناء هنا غير مراد، فهو استثناء منقطع بمعنى أنه لكن، بمعنى لكن. وصحيح استثناء الأكثر عند جمهور الأصوليين، ولا ندخل فيها الخلاف كثيرا لأن الأدلة ظاهرة في استثناء الأكثر، أصحاب الكرام قالوا به، وأيضا أطبق الحمد لله الفقهاء على القول به. فالاستثناء الأكثر ظاهر القرآن دليل عليه. قال المصنف الثانية الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس،
يعني الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. طبعا أبو حنيفة يقول من النفي لا, لا يعني لا يقول بذلك, يخالف بذلك. ويستدل المصنف على خلاف أبي حنيفة قال لو لم يكن كذلك, اللي هو الاستثناء من إثبات نفي والعكس, لو لم يكن كذلك لم يكفي لا إله إلا الله, احتج بقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا صلاة إلا بطهور. قلنا للمبالغة, كأنه احتجاجه بصلاة لا صلاة إلا بطهور كأنه قال هناك شروط أخرى قد تبطل بها الصلاة. فكيف تقولون بقى هنا أن الاستثناء من نفي إثبات؟ فقال لا صلاة إلا بطهور كالحج عرفة, هذه على المبالغة, هذه على المبالغة. الاستثناء من الإثبات نفي والعكس, نحو قام القوم إلا زيدا, وهذا نفي القيام إلا عن زيد فأذته لزيد, وهذا بالاتفاق, نقل الاتفاق الأمدي والجويني وابن الحاجب. وزعم البعض أن الخلاف جار فيه كما قال الهندي وهو الحق, وبيصرح بعضهم أما الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا, هذا الخلاف الذي ورد. فهو إثبات عند الشافعية خلافا للأحناف, قالوا الاستثناء من النفي ليس إثباتا, قالوا لا يدل إلا على الحكم على المستثنى منه والمستثنى مسكوت عنه. احتج الشافعية بأنه لو لم يكن إثباتا لم يكفي قول لا إله إلا الله في توحيده, لأن لفظ عناز ليس إلا النفي الإلهية عما عدا الله جل في علاه, وإثباتها يكون لله جل في علاه, لا يقال كما قال احناف المسكوت عنه لا, هنا يبقى لابد من إثباتها. فالنفي هنا إثباته وحده لله جل في علاه, لأن اللفظ حينئذ ليس إلا لنفي الإلهية عما عدا الله, وهو ساكن عن إثباتها لله, فيفوت أحد شرط التوحيد فلا يكفي ذلك ولا قائل بهذا, وأنه لابد أن تكون ثابتة لله وحده لا شريك له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واحتلال أبي حنيفة بقول لا صلاة إلا بطهور, والمعنى أن هناك شروط أخرى يعني الصلاة لا تتوقف على هذا الشرط. قلنا المسألة على المبالغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم, ونكتفي بهذا الخلاف, ونبين أن الراجح بأن النفي من الإثبات الاستثناء من الإثبات نفي والإثبات من النفي إثبات. المسألة الثالثة في الاستثناء المتعددة, الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول, لو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها, وإلا فيعود الثاني إلى الأول لأنه الأقرب. شوفوا انظرونا عندنا مسألتان صورتان, المتعددة إن تعاطفت, يعني إيه تعاطفت؟ يعني بواو العطف ماشي فين الحاجة لحظة بس, فإن تعاطفت له عشرة إلا خمسة إلا, إذا كانت تعاطفت أو استغرقت الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها, وإلا يعود الثاني على الأول. وأيضا في خلاف, الاستثناء من الاستثناء جائز, الاستثناء من الاستثناء جائز, بعض العلماء يخالف في ذلك وخلافه ضعيف. قال تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين, ثم استثنى من المستثنى, قال إلا امرأته كانت من الغابرين. فالاستثناء من الاستثناء جائز, وجاء به القرآن والقرآن حاكم. نعم, وإذا ثبت جواز الاستثناء من الاستثناء فالاستثناءات المتعددة إما لها صور, إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض أو لا يكون. كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه, نحو أن تقول له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. الآن أين نضع هذا بقى بالله؟ أنا إيه؟ نوقف مزين شرب الشيشة. هذا الأفضل يعني. فإن قال له علي عشرة إلا أربعة إلا وإلا ثلاثة وإلا اثنين, فعندنا الكل يرجع إلى الأول.
فلا يلزم المقر إلا واحد. فالمعنى هنا له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2 يرجعون جميعا إلى الأول. له علي 10 إلا 4 بقي 6 وإلا 3 بقي 3 وإلا 2 بقي 1. لمن كان معطوفا بعضه على بعض رجع الجميع إلى الأول. عود الثاني إلى الأول لأنه الأقرب. وإن كان الثاني فإما أن يكون استثناء الثاني مستغرقا للأول أو لا. فإن كان مستغرقا 10 و10 قال إمام أو مساويا له. وهذا إشارة منه أن المستغرق شامل الاستثناء الأكثر، لأن المستغرق معناه أن يكون مساويا أو يكون أكثر، فقال شامل للأكثر وللمساوي. عاد الكل إلى المتقدم. مثل أن يقول له علي 10 2 إلى 3 إلى 4، الجميع عاد إلى المتقدم. فإذا قال يجي لا مش هشرب خلاص شربت. إذا قال له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 براجع الجميع الأول. الأربعة الثلاثة والاثنين 9 إلا 10 إلا 9 فما بقي إلا واحد. ولم يكن مستغرقا عاد الاستثناء الثاني إلى، لأن الأربعة مستغرق للثلاثة وثلاثة مستغرق للاثنين. شوف انظر، الثلاثة مستغرق للاثنين والأربعة مستغرق إلى الثلاثة، فعاد الجميع إلى المتقدم اللي هو الأول الواحد. فكانت النتيجة واحدة أيضا. وإن لم يكن مستغرقا عاد الاستثناء الثاني إلى الأول. كان يقول له علي 10 إلا 8 إلا 7، فشوف هنا السبعة غير مستغرق. فإن لم يكن مستغرقا عاد الاستثناء الثاني إلى الأول، يبقى 8 إلى 7 نعم بقي واحد، ويكون هنا المعنى 10 إلا 1 فيبقى 9. قال وإلا يعود الثاني إلى الأول أي دون المستثنى منه، وعلله بأنه الأقرب إليه من المستثنى منه، والقرب يدل على الرجحان عند المصريين. فرعا على هذا التأصيل أظن الصورة واضحة هنا الآن في الفرق بين المستغرق وغير المستغرق، إن كان مستغرقا أو غير مستغرق. صورة أنه لو كان مستغرقا خلاص عاد إلى الأول، إن كان غير مستغرق يعود إلى الأقرب إليه. فرع، لو كان الاستثناء الأول مستغرقا للمستثنى منه دون الثاني، فقوله له علي 10 إلا 10 إلا 4 ففيه أوجه. له علي 10 إلا 10 إلا 4 ففيه أوجه، أحدها يلزمه 10 ويبطل الأول، والثاني صار فرعا عن الأصل الأول اللي هو المستثنى الأول فيزول بزواله فيبقى العشرة، يبطل الأول لاستغراقي والثاني لأنه باطل، لأنه تابع للباطل فيبطل بذلك. والوجه الثاني يلزمه 4 ويصح الاستثناء، يعني العشرة إلى 10 إلى 4 لا أو إلى 6 يلزمه 4. أعمل الثاني، نعم له 10 إلا 10 إلا 4 بطل العشرة إلا 10 ما بقي إلا الأربعة فيلزمه الأربعة. والوجه الثالث بل يلزمه 6، العشرة إلا 10 باطل وعشرة إلا 4 يلزمه منهم 6. ولعل هذا هو الأوجه، ولعل هذا هو الأوجه. طيب هذه نقف عند هذه المسألة في الأصول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.